السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة راح نتحدث عن يعني الراوتر on a stick، كيف نعمل termination. الآن كل اللي عملناه في الفيديوهات السابقة اللي هو متعلق باللان سويتشنج، يعني حركة البيانات داخل اللوكال اريا نتورك. الآن بدي أعمل راوتينج، يعني كيف الفيلان 10 بدها تتصل مع فيلان 20، او الفيلان 30 كيف بدها تتصل مع فيلان 10 وبالعكس. فلازم يكون في عملية راوتينج، لانه كل فيلان يعني في إلها سبنت معين هو اللي يعني بيحكم طريقة العنونة داخل الشبكة. فأول شيء لازم نعمله، طبعا أنا ما عدلت كثير على الشبكة، يعني فقط يعني اللي عملته اني بما انه هو distribution switch 1 اخذت 1-1 وديته لأكسس 1، يعني غيرت الاسماء، ها صار core distribution 2، وصار من 2 ل 1 للأكسس 1، يعني من 2 distribution، يعني هاي الايثرنت شايفينه عشان اسهل، لان المرة الماضية تغلبت كثير يعني بالاسماء وبالارقام، فهيك يعني احسن ترقيم كان بالنسبة لي، اللي هو من 2 distribution 2 ل 1 للأكسس 1، من 2 ل 2، وبعدين من 2 ل 3. هون عندنا مثلا من 1 اللي هي 1 distro 1 ل 3 الاكسس 3، بعدين هون طبعا عندنا الاجهزه اللي بدنا نستخدمها للاتصال. هون يعني اللي بدنا نعمله انه بدنا نجرب، اول شيء طبعا لازم نضيف الفيلانز ان 10 و20 و30، فلازم نضيفهم على كل السويتشز. اول خطوه 10 و20 و30، فافضل طريقه طبعا نعمل اكزيت ونحكي له فيلان 10.20.30، ويعني احنا احسن شيء نعمله شو، نعمل كوبي، ننتقل للسويتش الاخر. السويتش اللي بعده هون، طبعا بتلاحظ انه يعني كل الكونفيجريشن قاعده بتصير مره على مره، عمليه روتينيه ما فيها يعني ذكاء او حفظ حتى. الان اضفناهم بشكل كامل، الان بدك تحول السويتش. هنا الانترفيسز انا طبعا حطيت كل الهوست، كل هوست يعني على الاكسس 1 الهوست موجود على الايثرنت 00 لحتى ما يعني يتصل مع البي سي 1، كمان هون ايثرنت 00، فكل اكسس سويتش بدنا نعمل كونفيجريشن للايث 00. فلو اجيت على الاكسس سويتش 1، لو حكيت له انترفيس ايثرنت 00، بحكي له سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان، هذا سويتش 1 فبدنا اياه على فيلان 10. الان في عندنا موضوع اللي هو موضوع البورت سيكيورتي. البورت سيكيورتي مهمه جدا في عالم اللان سويتشنج، لانه انت بهمك يعني مين الاجهزه المتصله بالشبكه عندك. ممكن شخص يكون مستخدم لابتوبه بالبيت وجايبه عليه فيروسات، عليه مشاكل، مثلا ممكن شخص يروح مثلا يعني يوصل جهاز مثلا راوتر او سويتش ويوزع مثلا على مجموعة من الاجهزة، وهي الاجهزة تعمل مثلا لوب بالشبكة او تعمل مشاكل. فانت بهمك يعني انك ممكن مثلا نحكي حتى سبانينج تري، سبانينج تري
port fast نعملها enable يعني لأنه ما في داعي يكون في spanning tree على يعني هذا البورت. مثلا بتحكي له spanning tree PBDU guard أو PBDU طبعا هنا guard يفضل تستخدم enable بس ما في شيء كمان مثلا عشان تفعل البورت سيكوريتي فأول شيء لازم تحكي له switch port security هي أول شيء عشان تعمل تفعيل. الآن في عنا switch port فإذا بدك يعني maximum security فلازم يكون عندك الماكس maximum يعني أكبر عدد من الماك أدريسز على هذا السويتش هو 1. في كمان اللي هي عملية حفظ الماك أدريس فيفضل انك يعني هاي الامر الماكسيموم 1 بتمنع اكثر من جهاز يتصل على البورت تبع السويتش. يعني معقول ممكن يكون في اكثر من جهاز يتصل على نفس البورت؟ لا هو بيحكي لك ما هو السويتش بتعامل مع ماك ادريسز فهونا ممكن يكون انت واصل فويس اوفر اي بي يعني في عندك فويب فون. طبعا اذا كان عندك فويب فون بصير عندك هون مشكلة. ليش؟ لانك انت بحاجة لتو ماك فيفضل انه هون شو تعمل ترجع للماكسيموم تعملها تو بعدين تحكي له فانت بحاجة هون ل ماك ادرس يا اما بتدخلهم يعني يدوي او بتحكي له ستيكي هو الافضل. ماك ادرس ستيكي طبعا الستيكي شو بتعمل بتعمل له سيف بالرننج كونفيجريشن فانت بتعمل سيف كوبي ستارت اب كونفيج رننج كونفيج ستارت اب كونفيج بعدين تعمل ريلود للسويتش. كمان في عندنا الفيوليشن يعني لو يعني الحديث الان احنا قاعدين بنحكي عن الاشياء الاساسيه انه عدد الماك ادريسز شو الماك ادريسز لازم تكون موجوده على هذا الانترفيس بضل عندك الفيوليشن يعني افضل شيء انك تعمل شت داون وهي يعني اكثر شيء مفيده. بس هذا هو كل اللي يعني الكونفيجريشن اللي انت بتحتاجها على البورت من ناحيه سكيورتي ومن ناحيه سبانينج تري. في سبانينج تري في امر سبانينج تري اللي هي مش رايحين نحكي عنه على كل حال ننتقل للسويتش الاخر اللي هو اكسس سويتش 2 نعمل اكزيت وبناخذ الانترفيس ايثرنت زيرو زيرو بحكي له switch port مود access switch port access VLAN 20 لانه هذا switch 2 والبي سي 2 هو الموصول عليه. طبعا هون يعني احنا شفنا زي ما انتم شايفين هون من المرة الماضية عملنا load balancing يعني هون انا عندي لود بالانسينج بين تو سويتشز لو اجيت هون على 5 على الفيلان 5 فبشوف انا الماك ادرس هاي شايفين اخره 100 وهون فوروردينج بلوكينج لما انتقل اللي بعده فيلان 6 فصار عندي بدل 100 هاي 200 هاي السويتش الاخر او اللي هو كور 2 وصار عندي blocking forwarding. لو اطلع بس نتفة تمام هاي هيك ممتاز فانا كان عندي forwarding blocking صار عندي blocking forwarding هاي VLAN 6 ف
فمعناته شوفوا هنا كمان الايثرنت رايح من واحد من الاكسس سويتش 1 ل 2 صار بلوكينج، بينما هنا من اكسس من ديستريبيوشن سويتش 1 للاكسس سويتش 2 كانت شو فوروردينج، وكانت من ديستريبيوشن سويتش 2 لاكسس سويتش 2 عمليه بلوكينج. الان انا لازم كمان اعمل لود بالانسينج على فيلان 10 و20 و30 بس لانه يعني ما في عندنا عدد مستخدمين كثير، فمعلومه اتوقع وصلت 100% عمليه اللود بالانسينج على اللان سويتشنج. فبنتقل لاخر شيء للسويتش سويتش 3 بحكي له انترفيس ايثرنت 00 سويتش بورت. طبعا هنا احنا ما عملنا كونفيجريشن للسبانينج تري، فيفضل نعمل كونفيجريشن سبانينج تري بورت فاست وسبانينج تري بي بي ديو جارد انيبل، وكمان بدنا سويتش بورت بورت سيكوريتي، هي عشان تفعل عملية بورت سيكوريتي سويتش بورت بورت سيكوريتي ماكسيمم 2، حكينا ليش 2 سويتش بورت بورت سيكوريتي فيوليشن بدنا اياها تكون شت داون، يعمل شت داون للانترفيس، بعدين انت بتعمل له شت داون بعدين نو شت داون علشان يرجع اوبريشنال. بعدين بدي احكي له ماك ادرس ستيكي عشان يحفظ هدول في الرننج كونفيج، وبعدين نعملهم كوبي وبعدين نفعل نعمل ريلود للسويتش. سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30. طبعا سويتش بورت طبعا سبانينج تري، خلينا نحكي سبانينج تري بورت فاست بعدين سبانينج تري. طبعا ليش انا بحط دائما سبانينج تري بي بي ديو جارد؟ علشان ما يصير عندي بي بي ديو جارد انيبل، علشان ما يصير عندي عملية لوب اذا استلم بي بي ديو جارد مباشرة بيعمل الانترفيس في حالة بلوكينج او انكونسيستنت انترفيس. فهيك بحمي اللان تبعي من اللوبس. كمان هون بدي احكي له سويتش بورت بورت سيكوريتي، هي عشان اعملها انيبل، بعدين سويتش بورت بورت سيكوريتي ماكسيمم ماكس 2، بعدين بتحكي له ماك ادرس ستيكي، بعدين بضل عندي اخر شيء اللي هي فيوليشن، شو اعمل له؟ بعمل له شت داون اذا خالف هاي الاوامر اللي اعطيته اياها. طبعا بما انه لو رجعنا طبعا لهون للدياجرام تبعنا او للمخطط تبعنا، فانا عندي انا بعرف انه في عندي عليهم كلياتهم فيلان من 1 ل 10، لكن ما في عندي اصلا هوست غير على من 10 و20 و30. فانا الان بدي اعمل راوتر اونستيك. اول شيء بدي اجي على الكور سويتش وايش اعمل له؟ اعمل انترفيس 3.1 اللي هو متصل مع الايثرنت 00 تبع الراوتر، واحكي له انه انت ترانك، يعني مش انه لا مش اكسس مش يعني مش انت متصل بهوست متصل بسويتش، مع انه هو متصل براوتر، لكن انا بدي اعمل ترانك واعمل تيرمينيشن للانترفيس للفيلانز من جهة الراوتر. فبدي انا الانترفيس 3.1، فمروح على 3.1 3.1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت ترانك اللاود فيلان اول. ما في يعني ما في داعي تعمل بروننج لانه اصلا ما في عندنا كثير يعني اجهزه وما في عندنا كثير فيلانز. هاي من ناحية السويتش
الآن ننتقل، يعني الآن بدك تعمل termination على الإيثرنت 00. ننتقل للراوتر، ندخل على global configuration mode، ندخل على الانترفيس إيثرنت 00. بعدين نحكي له no shutdown فقط. ننتقل للانترفيس .10. طبعا لما انتقل الانترفيس بدي احكي له انه انت encapsulation .1q علشان يكون قادر على تفسير هاي الامور، والفيلان 10. طبعا ما في دخل، يعني ما دخل العشرة بالعشرة اللي هون. يعني بتقدر تحكي مثلا، بتقدر تحكي 100 بعدين تحكي له 10، لكن افضل الك يعني for meaning مش مشكلة كتابة، يعني لأنه الواحد لما بعد عن اللغة الإنجليزية كثير أو حتى عن اللغة العربية بنسى كيف يكتب. بعدين طبعا أهم شيء إنك تعمل IP address. طبعا هون بنبلش بالـ IP addresses، فعشرة يفضل إن نحطها 10 نفس الشيء. .10.1 هذا هو الجيتوي، وبدك تختار له الماسك المناسب. بعدين بتنتقل للفيلان اللي بعديها اللي هي 20، وبدك تاخذ .1Q و20، يعني هاي الترانكينج تبعها 20. بعدين بدك تحكي الاي بي ادرس كمان عندك هون 20. طبعا بدك تنتقل للفيلان اللي بعديها اللي هي 30، وطبعا تغير ترانكينج ل30 او الفيلان ل30 فيلان. وبعدين بدك تدخل الاي بي ادرس اللي بهمك هون، لانه هو الجيت واي احنا بنحط له واحد، ولكن هو مش ضروري يكون واحد، ممكن يكون اي رقم داخل السبنت، داخل السبنت تبعتنا. هيك يعني كل اللي احنا بنحتاجه. كمان بما انه يعني هون مثلا انتو شايفين هون انه في عنا الراوتر انترفيس تبعه المتصل بالانترنت هو 1.1، فانا مباشرة بدخل على 1.1، بما انه هذا متصل بالانترنت فانا بحكي له IP address DHCP عشان ياخذ DHCP، عشان ياخذ IP address من مين؟ من هون، من هذا الراوتر او من الانترنت، من الفاير وول يعني. فباخذ منه IP address وبحكي له no shutdown. هذا هو كل اللي انا بحتاجه. طبعا بدي كمان انشئ access list، هاي رح نستخدمها في عملية الناتينج. رح تكون هي عبارة عن 192.0.0، والان عندك wild card mask، بس هي اللي انت بتحتاجها. انت بدك تعمل ناتينج overload طبعا. يعني هون ما في عندك شيء معين. يعني يفضل الآن لو رحنا على كور سويتش 1 مثلا، بما ان احنا موجودين عليه يعني، وحكيت له انترفيس فيلان 10، حكيت له الاي بي ادرس 192.168.10.10، لو خلينا نعمله 11 اسهل بالنسبة لي، معلش بالنسبة لكم كيف كان بهمني يكون في شيء من الكونس، يعني في شيء من الترابط بالارقام، لانه ارقام بدون ترابط ما يعني ما في لها معنى. يعني بعمل سويتش فيرتشوال انترفيس وبعطي لكل واحد منهم، بعطي اي بي ادرس، لكن هون انا اخطأت. ليش؟ لانه 30 هاي المفروض تكون، واللي قبلها يعني هذا المفروض ما يكون 10.21، لا لازم يكون
يعني لازم احكي له no IP address، بعدين ادخل IP address مش 21، يعني زي ما انا عملت فوق كمان مرة ثانية، هاي بده يكون عادي 11 ولكن هاد 20، خطأين مرة ثانية، هاد 30 لانه فيلان 30، وبدي ادخل على فيلان 20، بدي احكي له انه انت هون 20، علشان هذا كله ما راح نكون قادرين نوصل له، يعني اذا ما غيرنا هاي التغييرات. فانا عندي 10 11، طيب كمان خلينا نستخدم 10، وهاي خلينا نحطها 1 بس للتأكيد يعني، او لا مباشرة نعمل له نو اي بي ادرس، نعمل له هيك. الان مفروض ان نكون قادرين على الاتصال بالراوتر، لكن مبدئيا بدك تحكي له نو اي بي راوتينج، تحكي له اي بي ديفولت جيت واي 192.168. خلينا نحكي 10.1، واحكي له اي بي دومين لوك اب، وبعدين احكي له اي بي دي اتش سي بي اي بي اي بي نيم سيرفر مثلا تبع جوجل. اتوقع هيك المفروض يكون كل امورنا تمام. نعمل بينج ونشيك على الموضوع. 10.1 ما في عنا رد نهائيا. عشرة دوت ون ما في رد. طيب مرة ثانية، كمان ما في رد نهائيا. طبعا مرات تكونوا يعني علق الموضوع عندكم، ف بس خلينا ناخذ 22، ليش انا حاس انه في شيء غلط. شو اي بي انترفيس بريف، كل الفيلان انترفيس شت داون، فيفضل اني انتقل للجلوبال كونفيجريشن مود واخذ الفيلانز واحد واحد، احكي له نو شت داون، نو شت داون، نو شت داون. ما بعرف يعني هاي بجوز خاصية جديدة يعني. الان المفروض يعني ان نكون يعني قادرين على الاتصال بالراوتر، والحمد لله تمام. بحبش اعيد الفيديو مرات يعني بخرب شيء فما بنحل معي بالفيديو، فبضطر اعيد الفيديو علشان اشوف ايش المشكلة اللي صارت، او ليش يعني البروسيجر ما مشي معي. طبعا هيك طب ناخذ اكسس 3، نعمل طبعا اكزيت من هون، وبدي احكي له نو اي بي راوتينج، يعني انت دقيق قدر عملية الراوتينج علشان يودي كل اشي للراوتر، وبدي احكي له اي بي دومين لوك اب اي بي ديفولت راوتر جيت واي 192.168.30 مثلا دوت 1، بغض النظر المهم قادر انه يوصل له. و اي بي نيم سيرفر فور 2.2 كمان، هذا يعني مجاني، هذا مش جوجل، هذا جامعة في امريكا. راوتينج لا بدك تعمل انترفيسز عشان تكون يعني تتصل فيها، ف
لو حكينا لو أخذنا نظرة هون عندك core 1 و core 2 distribution 1 distribution 2 هاي 4 5 6 7 فبتقدر تحكي له مثلا هاي 30 interface VLAN 30 IP address 192.168 dot مثلاً 10 هاي VLAN 30 20 10 احنا بنرجع لهم بالعكس صرنا لكن لا بأس فأنا الآن بقدر أعمل بينج وأشوف كيف الوضع عندي راح يكون يعني فشل الموضوع وين ممكن تكون المشكلة بهاي الحالة أنا ما في عندي يعني هون مثلا لو ألقيت نظرة هون أنا عملت بينج لعشرة وعشرين بس ما عملت بينج لثلاثين فيفضل أني أعمل بينج لثلاثين عشان أعرف إذا المشكلة بالسويتش هذا فيبدو أنه في مشكلة بالسويتش هون عنا طيب لو حكيت له مثلا 20 لا طيب انا راح اعمل كنترول سي كنترول 6 فبلغي هاي العمليه بدي احكي له شو اي بي راوت ف طبعا ما انا عملت يعني شت داون للراوتينج لكن انا راح احكي له debug IP packets واحكي له الان اعمل بينج نشوف ايش السبب sending بس ما في receiving يعني قاعد بعمل send بس ما في حدا بيستقبل encapsulation failed encapsulation failed طيب على show IP interface brief طبعا عندك ال VLAN 10 shut down فيفضل نعملها up حاليا no shut down و احنا دخلنا هنا النيم سيرفر ديفولت جيت واي والدومين لوك اب ونو اي بي راوتينج يعني هي اغلب الامور اللي احنا يعني بنحتاجها نو اي بي راوتينج ديفولت لوك اب ايش المشكلة ممكن تكون طيب خليني اعمل بينج لمين 11 مش 30.11 30.11
طب خليني اعمل بينج الى واشوف، يعني احنا حتى مش قادرين نوصل له. طيب شو انترفيس ترانك، شو انترفيس ترانك بين انه الاثنين ترانك وبال او اون وكلهم مسموحات بالترانك لكن ليش 10 مش موجودة بالترانك؟ ليش مش موجودة هنا 10؟ فيبدو انه في مشكلة. طيب لو حكيت له شو VLAN بريف فعندي 10 اكتف لكن مش موجودة على الترانك. وين مش موجودة؟ اي ترانك مش موجودة على ولا اي واحد منهم. طيب بما انها مش موجودة ولا على اي واحد منهم، طيب احنا عملنا شو اي بي انترفيس بريف طيب كل امورنا تمام هون، VLAN بريف كمان انترفيس ترانك هون، طيب شو سبانينج تري اكتف عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 looking for warning 10. looking for warning لكن 20 forwarding على الجهتين و 30 forwarding على الهوست، هاي للهوست رايحة. طيب انا معناته المشكلة راح تكون عندي هون، بما انه لو طلعنا الى اعلى شيء على هون انت شايف ولا واحد فيهم سامح للفيلان 10، فيفضل ان اعمل اند هون واحكي له شو انترفيس ترانك ففيش عندي 10، لا موجود عندي 10 لكن في الاسفل. طيب لو حكيت له شو VLAN بريف فعندي 10 20 و30، شو اي بي انترفيس بريف end show IP interface brief show VLAN brief show interface trunk عندي هاي موجودة 10 موجودة لكن بالاسفل مش موجودة ومش معمولها activation. طيب بدي اجي هون على هذا السويتش ادخل على global configuration mode واحكي له interface هون انا موجود عندي VLAN 20 و30 فانترفيس VLAN 10
no shutdown والاي بي ادرس 192.168.10 وهذا راح يكون رقمه 4 وادخل على VLAN 20 بس نعدل هاي no shutdown VLAN 30 no shutdown IP address 30 تعمل له end بتحكي له ping 192.168.30.1 يعني في شيء مش طبيعي بالمرة بصير عندي بالشبكة، ممكن لأنه عملية virtualization مش يعني عملية بيئة افتراضية، فما يعني في شيء ما بيعمل. حتى هون انا عندي لو حكيت له show IP route حتى الراوتينج شغال، يعني مش خليني ادخل على global configuration mode واحكي له IP routing مع انه هي ملاش دخل، لكن انا راح اضيفها. يعني الان لو حكيت له show IP route طيب هاي بينك جرب مرة ثانية نجحت ما بعرف. طيب نو ديباج اول ونجرب من احنا ما في داعي ان نشغل ال لينوكس 1 ولينوكس 3، لكن في الفيديو القادم راح نعمل نتورك ادرس ترانسليشن بعد ما طبعا حلينا المشكلة اللي مش عارف كيف طلعت هاي المشكلة عندنا. فالاكسس سويتش 1 اللي هو موجود هون موجود عليه هذا راح يكون قادر على الاتصال بالانترنت عن طريق الراوتر 1 وبروح على الجيت واي ونفتح صفحة انترنت حقيقية يعني ومنتأكد انه كل شبكتنا فعالة 100%. لكن الان راح ادخل على Global Configuration Mode واحكي له Interface VLAN 10 و IP Address 192.168.10. هذا راح يكون 5 255 و No Shutdown واعمل له end ونعمل ping ل 192.168.10.1 امورنا تمام. انا غير قادر على الاتصال معه شيء غريب، لكن لو حكيت له 30 مثلا طب هاي السي جرب الأولى هاي المشكلة اللي يعني بالفيرتشواليزيشن هاي المشكلة اللي انت بتواجهها يعني مرات بيكون أجوبة مش منطقية. يعني هون انت عملت بينج للشبكة لما عملت بينج مرة ثانية ما اخذت نتيجة. يعني طيب شو اي بي راوت يعني ممكن علشان يعني هاي الموضوع طب
لو دخلت على لكن دقيقة بتاخد شو اي بي انترفيس بريف، بعدين ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود وبدي ادخل على فيلان 20 واحكي له انه الاي بي ادرس للفيلان 20 هو 20.5 ونو شت داون، وارد ادخل على فيلان 30 ناخذ الفيلان 30 نحكي له نو شت داون، ونعمل اند ونشوف الان شو صار بالبينج تبعنا شغال. على الفيلان الثانية كمان اموره جيدة. فاي اخر تستنى كل الامور عنده سليمة، يعني هون ما هو لاير 3 سويتش، فامامنا خيارين، يا اما بنعمل ايقاف للراوتينج بكل اللان سويتشينج، يعني نو اي بي راوتينج، وبنعملها سويتشينج عادية. فيفضل انك تعمل يعني بهاي الحالة انك تعمل نو اي بي راوتينج، لانه احنا بدنا نعمل راوتر اون استيك. فشكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.